من دروس اللغة العربية. أشكر كل طلابي وأولياء الأمور على حسن تفاعلهم معنا وننتظر المزيد. هيا بنا نبدأ. هيا. جاهزين؟ أكيد جاهزين. أبنائي طلبة وطالبات الصف الثاني ابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. عنوان الدرس ظرف المكان. أحبابي هيا بنا نتعرف على التمهيد. اقرأ ولاحظ ثم أجب عن الأسئلة. يمر نهر النيل بين مدن مصرية كثيرة. سين واحد، أين يمر نهر النيل؟ الإجابة يمر نهر النيل بين مدن كثيرة. نلاحظ أن الكلمة الملونة بين تدل على المكان. وزي ما تعودنا في مدارس حسام الدين، هيا بنا أحبابي نتعرف على الأهداف الجديدة. من المتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادراً على أن يتعرف المقصود بظرف المكان. يستدرك ظرف مكان من نص يقرأه. يكتب مستخدماً ظرف المكان. مرة أخرى أحبابي، هيا بنا نتعرف على الأهداف الجديدة. من المتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادراً على أن يتعرف المقصود بظرف المكان. يستخرج ظرف مكان من نص يقرأه. يكتب مستخدماً ظرف المكان. عرض الدرس. لاحظ وتعلم. نشاط ألف، اقرأ وصل كل جملة بالصورة المناسبة. هيا بنا ننظر إلى الصورة الأولى. القطة خلف الكرسي. القطة أمام الكرسي. القطة بين الصندوق والكرسي. القطة بجانب الصندوق. القطة فوق الكرسي. القطة داخل الصندوق. انظر إلى الكلمات الملونة باللون الأحمر. خلف، أمام، بين، بجانب، فوق، داخل. نقرأ الجمل مرة أخرى. اقرأ وصل كل جملة بالصورة المناسبة. القطة خلف الكرسي. القطة أمام الكرسي. القطة بين الصندوق والكرسي. القطة بجانب الصندوق. القطة فوق الكرسي. القطة داخل الصندوق. نشاط ب. لاحظ كل صورة واكتب صرف المكان المناسب لكل جملة مما يلي. داخل، عند، فوق، بين. مرة أخرى الكلمات. داخل، عند، فوق، بين. هيا أحبابي نفكر في الإجابة الصحيحة. الفقر والنقط الكرسي. الفقر نقط الكرسي. نضع كلمة فوق. أحسنت يا محمود، أنت اليوم أفضل. العصافير نقط العش. فكروا أحبابي قبل الإجابة. العصافير داخل العش. أحسنت يا يارا، أنت اليوم أفضل. الولد يقف نقط سور الحديد. الولد يقف نقط سور الحديد.
عند أحسنت يا محمود، أنت اليوم أفضل. الكلب نقط الولد والبنت. الكلب نقط الولد والبنت. الكلب بين أحسنت يا سندس، إلى الأمام دائما. رقم 5 نشاط ألف، استخدم الكلمات الآتية وصف نهر النيل لأصدقائك. مرة أخرى، استخدم الكلمات الآتية وصف نهر النيل لأصدقائك. هناك بعض الكلمات هي أحبابي، نقرأها ونصف نهر النيل في جمل مفيدة. أطول مجرى سر حياتي ينتهي قارة إفريقيا فرع النيل. مرة أخرى، أطول مجرى سر الحياة ينتهي قارة إفريقيا فرع النيل. نشاط ألف أمثلة. رقم 1 يقف القائد أمام الجنود. أمام. رقم 2 يغرد البلبل فوق الغصن. 3 ركبت السيارة تحت المنزل. أمام، فوق، تحت، كلها ظرف مكان. نقرأ الأمثلة مرة أخرى. يقف القائد أمام الجنود. يغرد البلبل فوق الغصن. ركبت السيارة تحت المنزل. نشاط 2 ضع الظرف المناسب مكان النقط. هيا أحبابي نفكر في الإجابة. جيدا، أدخلت العصفورة نقط القفص. داخل، خارج، أم بين؟ فكروا أحبابي. أدخلت العصفورة داخل القفص. أحسنت يا محمد، أنت اليوم أفضل. رقم 2 رأيت القطة نقط شجرتين. رأيت القطة نقط شجرتين. فوق، أمام، أم بين؟ رأيت القطة بين شجرتين. أحسنت يا عمر، أحسنت يا بطل. وضعت السلة نقط المكتب. وضعت السلة نقط المكتب. تحت المكتب. أحسنت يا محمود، أحسنتم طلاب مدارس حسام الدين. نشاط 2 ضع الظرف المناسب مكان النقط. هيا سجلوا معايا الإجابات. أدخلت العصفورة داخل القفص. رقم 2 رأيت القطة بين شجرتين. رقم 3 وضعت السلة تحت المكتب. سجلوا معي هذه الإجابات بخط جميل. نشاط 3 أكمل بظرف مناسب. القرد نقط الشجرة. السرير نقط نخلتين. السيارة نقط المنزل. القطة نقط الشجرة. اللص نقط القفص. الحمار نقط السور. فكروا في الإجابات والتزموا بقانون الإشارة كما تعودنا. القرد فوق الشجرة. أحسنت يا أدهم. السرير بين نخلتين. أحسنت يا سندس. السيارة أمام المنزل. أحسنت يا أدهم. القطة تحت الشجرة. أحسنت يا سنة يا سندس. اللص داخل القفص. أحسنت يا يوسف. الحمار
جانب السور. أحسنت يا هنا. هيا أحبابي نسجل الإجابات بخط جميل. القرد فوق الشجرة، السرير بين نخلتين، السيارة أمام المنزل، القطة تحت الشجرة، اللص داخل القفص، الحمار فوق السور. مع غلق الدرس، ماذا تعلمنا في هذا الدرس؟ الإجابة: تعلمنا في هذا الدرس رقم 1 المقصود بظرف المكان، وهو ما دل على مكان حدوث الفعل. 2 بعض ظروف المكان مثل بين، عند، خلف، أمام، جانب، فوق، داخل. 3 استخدام ظرف المكان في جمل. لا تنسوا عمل الواجب. الواجب حل صفحة 67 من أوراق العمل. وفي نهاية درسنا نتمنى أن تكونوا استفدتم، وما ننساش نحل الواجب من أوراق العمل ونتواصل معا على صفحة المدرسة. وإلى اللقاء مع درس جديد يا أحبائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.